يا اتك لا تخاف دون رؤوف وراك في شبح لا تخاف يا لا نلاقيهم لا نلاقيهم لا تخاف يا ربي هلا قعدت بدي اتفرج على التلفزيون ماشي ماشي بسم الله نحن كثير من طالعين مشوار صرعوني بدي اروح مشوار مشوار طب شلون بدنا نطلع مشوار وفي مدارس ولسه ما صار عطله ما في يعني ما فينا نروح على مكان لا ماما فينا نروح وين بدنا نروح يزن جنبنا فتحهم اكبر حديقه بالعالم فتحهم اكبر حديقه هون اي ماما في حصان في العاب عن جد هاي الحديقه فتحوها جديد اكبر حديقه طيب ماشي هاي الحديقه فيها العاب وفيها كثير شغلات بس احنا وين الاغراض تبعنا لحتى نطلع انتي لا تاكلي هم كل شيء جاهز جاهز جاهزين كل شيء شو جاهز كل شيء جاهز انتي بس تعالي بس تعالي شو هاي هاي اكلات والحلويات جايبين اكلات لا وطابه كله جاهز انتي بس البسي وتعالي ليك مش البسي وتعالي ماما ليك جبنا كل شيء ليك يا ايه وطابه كمان ليك جبنا سياره مشان هلا متاكد انه بالحديقه كان في حصان والعاب ونطيطه ايه كثير عم بيجي عند الحصان عم يركض هيك انت متاكد ليك ايه كم وبابا وبلكي كانت حديقة عادية لا 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 وجايبين بطيخ جاي تعلم شوفه بفلوج اليوم فلوج اليوم يلا امشي امشي فوت يلا يا زان لا ماشي ماشي بتطلع لحالك ماما ليكي وصلنا وصلنا اطلع الحديقة مو حلوة يا زين يا طيب لو استنيت وتعطل المدرسة 3 شهور مو احسن ما معكم غير يوم عطلة هلا نفس الشيء بس طلعت المدرسة يرجع مطلع بكرة كمان انزلم يلا شو شوف شو هالحديقة عن جد هاي الحديقة أول مرة يعني مروحة كمان يلا تعالا يلا ما بخلي نشيل ليك شو عامل بحاله يلا انت شيل أنا ما دخلني أنا ليش لحتى شيل يلا يلا أكي خلصني يلا لنشوف فلوق العطلة تبع يزون وزين شلون المكان اللي هم اختاروه يعني عطين اكيد مانو حلو يا زان اكيد هلا يبين ماما هاي وصلنا طب وين الحصان وين الالعاب وين الدنيا هلا فتنا على الحديقه اصبر شوي ايه طيب ماشي يلا حطينا الاغراض انا خلوني عند الاغراض وخذيهم وروح خلي يفرجوك الحصان بدكم تركبوا على الحصان ايه عن جد هونك لك يلا امشوا امشوا لكان امشوا ركبكم على الحصان امشوا يلا يا اي والله هالحديقة عن جد أكبر حديقة بمنطقتنا فيها ألعاب اطلع يا زان يلا اطلع يلا يا رؤوف مع أساس بدكم تروحوا على الحصان يلا العبهم لحتى أخذكم على الحصان يلا يا شوي شوي يا زان شوي شوي يلا يلا مشان تاخذوني هلا تلعب مشان تاخذوني على مكان الحصان يلا كثير متحمسة أشوف ليكم الالعاب ملكي دوري دورك يا ليك امانه لك يلا طلع اخوك ولا يا اتك يلا يلا نشوف مكان الحصان بسرعه يا زان يلا يلا بدنا نروح نشوف مكان الحصان قلتوا لي عليه بسرعه يلا تعالوا 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 ولا يا زان اطلعك اترك اترك يلا يا وين الحصان امشي وين امشي فرجيني يا اي والله في حصان انا اطلع لحالي ليك ما زلم رح تخاف قول والله يا زين عن جد رح تطلع زين معلش انت روح روح هدي هدي يلا زين زين يلا زين اطلع يا زين بدي اطلع على الحصان الابيض يا زين اطلع لحالك وهي يزن طلع كمان يزن مالك خايف وهي زين راح الحصان اول واحد يا مالك خايف عن جد لك روح بسرعه لعند زين زين راح اول اشي يلا يا والله عن جد شو هالحديقه فيها حصان وحتى في حصان له عرباي كمان بدهم يطلعوا فيه زين مالك خايف عن جد ليك ليك اصغر حصان بالعالم يزن
رؤوف انت ليش ما تطلع؟ يا خفت؟ ماما امسكوا امسكوا، لا تخاف لا تخاف. خايف؟ لا تخاف لا تخاف يا لا تخاف لا تخاف يا يا زين، لا تخاف لا تخاف لا تخاف. يلا انزل خلي رؤوف يطلع. يلا رؤوف تعال، لا تخاف لا تخاف، رح يمسكك عمو. تعال جرب جرب. ايوه برافو رؤوف يا زين. يلا لا تخاف، لا لا خليك جنبه، لا يخاف خليك جنبه. يا برافو رؤوف، افرن يا سندوني انا قال سندوني انا قال. تعال زين تعال امسكه مشان ما يخاف، عم يحكي لك تعال مشان ما يخاف. لك امسك اخوك، امسك اخوك عم يحكي. ايوه يلا انزل رؤوف، افرن ليك. وهاي رؤوف نزل من على هاي الحصان. يلا امشي امشي زين، بده يطلع على الحصان الكبير. يا ليك الحصان بدك تطلع؟ يلا اطلع، عم بدهم يطلعوا على هاي الحصان. يلا هادي، يلا روح روح. بدك تروح جنبه؟ هاي زين، هاي الواحد بس. يلا يلا ماما ليكي. يا قاعد جنب الزلمة ماما ليكي. يا زين انت عم تسوق؟ يا رح احاول اوقف لكم شوي. ولا لا، وفي مي كمان، عن جد اول مره اشوف هالحديقه. يلا انزل يا زان. ماما كانت كثير حلوه، كثير حلو. يا انزل انزل. يلا شلون كان؟ يلا انزل يلا. احكي لبابا شلون طلعت على الحصان. امشي بابا، بابا طلعنا الحصان. ايه ايه والله ضياء طلع مع الحصان. ليك بابا بلش بالمشاوي بدوننا كمان. ايه حطيت؟ بس حط راسه. اما خليني اشتري بوزه. ليش عم تصيح؟ يلا تعالوا يا زين روح اختار بوزه. انا خلاص تعال زين اختار. اخ من هالحديقه، شو هالحديقه اللي فيها كل شيء. يلا خذ زين، يلا خذ يا زين بسرعه خذ. هاي لرؤوف. بابا تجي على ما خلصت؟ ما خلصت يا بابيشكو، لسه ما خلص، لسه عم يساوي. وهي الاكل بلش يصير، والله جوعانين. ونسيت الصحن، نسيت اجيب الصحون، حطيته مع الكيس. يلا يلا حط لنا، والله جعت. يلا يلا كمان روح ساعد بابا، روح يزن بسرعه. كثير تعال في القلب تعال. يلا يلا هلا صار وقت الاكل. على فكره لما اجينا كان العصر، هلا صار المغرب. يلا والله انا كثير جعت. يلا يلا يا زين تعال، يلا اقعد، هلا صار وقت العشاء. يلا اقعد. ام اولادك ليش عم يقعدوا؟ تعال يا زين. يلا في كاسات، في كاسات. يلا 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 عبي كاسات. لا لسه قال بدهم يروحوا على النطيطه، مدري شو صرعوني. نلعبهم ما لعبنا شيء اساسا. اللي لو حكيتهم انه المكان حلو هيك كان اجينا ابكر. بكره نرجع نجي، اجينا العصر. يلا يا زان ماما يلا خلينا نفتح البطيخه. بعد ما اكلنا خلي بطننا يرتاح شوي. يلا ما يقدر ما يقدر يشيلها ضياء، ما لقيت اصغر منها؟ ليك كثير كبيره. ماما شو تتوقعي، رح تطلع حمراء؟ ما بعرف، يمكن لا. بس زين الدنيا صارت عتمه، ها هلا يطلع اشباح. ضياء بلا بطيخ بلا مدري شو، دنيا عتمه هلا يطلع اشباح. ها اشباح، لك الناس مليانه، وين تجي الاشباح؟ عن جد؟ مو لا ترد عليها بدك تخوفك انت وياها. عن جد؟ يلا يلا افتح البطيخه لنشوف رح تطلع حمراء ولا لا. على حظك انت جبت البطيخه. على يا حظي يا حظنا منك. يلا بس عن جد رؤوف، رؤوف وراك في شبح. زين زين شوف البطيخه شو رح تطلع. زين زين اوه عن جد الاجواء غير شكل، طلع عم. يلا ضياء زينو، تعرف شو انا سمعت انه الاشباح تنام هون. ها عن جد؟ تعرف هون تنام حتى تحت الكرسي اللي نحن قاعدين عليه. عن جد بدك تنام هون؟ ليك العالم مليانه، بس العالم هلا رح تروح، لازم نرجع والا يمكن حدا يضيع او يطلع الشبح. ليك
شايفة شايفة. نزلوا زين، شو رأيكم نعمل مسابقة مين يخلص البطيخ أول شيء؟ يلا قرب قرب هيك زين، قرب رح تعبي الكنزة. يا ليك إن شاء الله، شوي 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 شوي، خذ نفس زين لنشوف مين رح يخلص. رؤوف يلا يلا رؤوف، بس عن جد رؤوف كبيرة البطيخة تبعه. ها اللي ياكل البطيخة أول شيء رح أخذه على ألعاب تبع حين الطيطة اللي قلتم عليها. عن جد يلا 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 يلا. خلصم وين محارم؟ ما معك محارم؟ السيارة؟ هي يعني بس شوف مين يفوز هاوي خلص أول شيء. لا لسه فيها، أنا رايحة أشوف. أخ منكم. بابا بابا عندي فكرة. شو هي الفكرة؟ اللي حنسوي مقلب بماما. شو هو المقلب؟ بابا على الصوص نحن بعضنا. يعني هي تجي ما تلاقينا هون؟ إيه. إيه والله فكرة حلوة، بس هيك رح تنجن حرام. خلاص ماشي ماشي خلاص. كنت عم تسوي ماما وروني عم تسوي هون. عن جد عم تسوي فينا مقالب؟ ماشي خلينا نسوي فيها المقلب. جاهز؟ يلا يا زلمة. يا زين وزين يلا بسرعة تخبرهم قبل ما تجي ماما. اقعد اقعد خبي راسك خبي راسك يلا بسرعة، انا راجع على مكاننا ماشي، لا تتحرك ولا حتى اجيها. والله ماما كلها تعصب على هذا المقلب. اي والله يا الله بعتوني على السيارة. ضياء ما في محارم بالسيارة، ما في غير هاي. عنجد؟ ايه وين الاولاد؟ مين فاز؟ على السيارة وراي. إيه؟ قول والله ما لقيتيهم؟ لا تمزح معي. وين الاولاد؟ ما امزح، راحوا وراك بالسيارة. ضياء كل هالقد الحديقة كبيرة، شلون تخليهم يجون وراي؟ ما انا رحت اجيب. عم تمزح يعني؟ ما عم امزح. وين الاولاد؟ عم بقول لك راحوا وراهم وراكي، راحوا وراكي. ليك مشان الله عن جد عم تحكي؟ اي وين عند السيارات؟ ما لحقوني عند السيارات ضياء. انا قلت لهم وراكي يروحوا مشان يدوروا. ليش تقولهم طيب؟ ما انا رحت اجيب المحارم. ليك ما في حدا. ليش تخليهم يجون وراي طيب يا ضياء؟ امشي امشي بسرعة، شوفهم بسرعة. قال تركهم ليك مليان سيارة، شو بعرفني أنا السيارة راحهم وراها؟ لا تخليني والله العظيم أعصب بسرعة. ليش تبعتهم وراي طيب؟ يا ربي أنا رايحة أشوفهم هون. وين رايحة أشوف هناك؟ لا إله إلا الله. يعني ليش يا ضياء؟ ليش ليش؟ خلاص هلا نلاقيهم، هلا نلاقيهم، لا تخافي. تعالي تعالي ندور هناك طرف الطريق. عند الطريق هناك عند المي؟ إيه إيه بركة جنب المي؟ المي لا سمح الله. ليك ليك صوت غراب من غير يا أخ. شو هاي؟ بسرعة بسرعة. يعني ليش امشي يا زين زين. ماما يا ربي ضياء شو أخذهم على الطريق لهون؟ شو أخذهم على الطريق لهون؟ ما هم كانوا بهداك الطرف معنا. درتي بالك عليهم؟ ما أنا تركتهم عندك، شلون لحق علي؟ طب شو بده يجيبهم لهون إذا نحن كنا بالطرف الثاني؟ خلينا نروح على الطرف الثاني تبعنا أحسن. الطرف الثاني بسرعة بسرعة. لا إله إلا الله. بسرعة بسرعة، كله بسببك. تحكي بسببي كمان؟ بسببك أنت. ليش ما درت بالك عليهم هم جايين لعندك؟ ما أنت خليتهم عندك. مشي مشي بس أنا رايحة قدام. حل عني ياف. شو؟ شو ما في حدا؟ كأنه صوت يزن؟ لا لا عم توهم. مبلص بس سمع صوت لي ليك يا يا لك يزن. ين انت خبيتهم؟ ولا قول والله ضياء. شو عن جد عم تحكي ولا عم تمزح؟ ليك مشان الله ربك، يعني هاي مقالب تتساوى؟ قلت ما سويت فينا مقالب. ما اسف لانه صارت مثل عن جد هو اللي حكى لك على المقلب. انت قلت انت كمان وافقت يا زين. يا زين عم شوم عليهم والله العظيم. صحيح ليش جبتونا لهون؟ بدي اشتري لهم بالون. بالون ما في غير بالون واحد، ليش بدك تجيب لهم اياه؟ هلا يتخانقوا عليها؟ لا كل واحد يتخانق عليهم. وهي البالون الهم؟ اوه ماما ها ماما جبتها. اعطيني ضياء اشوف. اعطيني اعطيني يا ليك البالون زين. لا تروح لا تروح، تعال ماما ليك كباب. يا راح البالون راح البالون. بابا بابا خليني. شو بدكم تلعبوا كمان؟ عن جد اول مره اشوف حديقه مليانه 100 شغله. ما راح يفوز علي. اي يلا يلا العبوا لنشوف مين راح يفوز. يلا انا افوز ولا بابا؟ انا اقول بابيشكا طبعا بابيتا. زين مين؟ يلا ضياء شو يو. لا بابا راح يفوز برايي. يلا ضياء يلا. لا لا مين اللي اعمل جول؟ يلا
مين؟ يا كبيرة ما بقدر أحرك. يا كمان كمان يلا يلا ضياء بسرعة بسرعة. وهم عم يلعبوا أنا عم آكل آيس كريم. يلا 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 شوف بابا سجل جول. يزن. يلا. استنى 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 ليك بابا ليك بابا. يلا ضياء يلا يلا. بسرعة بسرعة. يزن شكلك ما راح تفوز. يلا يلا. يزن. ولا. يلا يزن لا تستسلم لا تستسلم. لا تستسلم يزن يزن. ليكم بابا خمسة واو ويزن يزن صفر لا بقول واحد يزن هلا زين وبابا يلا زين بده يطلع على الكرسي لأنه ما يطول زين يلا تعال بعد أنت رح تربح على بابا برأيك إيه لنشوف زين طلع على الكرسي أنا مع زين زينة يلا ضياء لك زين بسرعة بسرعة والله سجل جول عليك يا زين زين يزن زين أشطر منك شكله أنا هيك شايفة يلا يلا بسرعة بسرعة ليك 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 شو مسكها إيه مسكها والله يا ثلاثة ليك ثلاثة أنا إيه والله زين ثلاثة يزن يزن ما أنا موجود يزن واحد اثنين ثلاثة قل لي يلا زين يلا أوف قل والله إيه والله واو يزن لك شو أنت خسرت يلا إيه بابا يلا يلا برافو على زين والله يلا يلا ضياء بسرعة بسرعة بس أنا أربعة صح زين فاز عليك ضياء يلا زين أربعة بابيتو اثنين يلا 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 ضياء يلا خمسة فزت عاد خمسة إيه والله عن جد برافو عليك زين في حد عم يبكي في حد زعلان في حد خسران في حد خسران عطي ايدك عن جد ضياء يلعب لا غشيت لا عن جد عم يلعب قول والله ايه بس يمكن يزن لانه ما طلع على الكرسي هو ما رضى يطلع على الكرسي حكي عليه ماما بتنسى ذرة كمان يا شو هالحديقه اللي ما عم تخلص كل شيء ايه والله العظيم عن جد اليوم فلوق غير شكل هلا يزن وزين بدهم ذرة يعني عن جد صراحة فلوق حلو كان اليوم غير شكل ايه ايه حلو ها زين انت اي كاسة بدك كاتشب مايونيز شو بدكم كاتشب ولا مايونيز ولا اشي ما بده شي انت يا زين ايش انا مايونيز وكاتشب ما نصابك مايونيز بدي انا صابك كاتشب يلا كل واحد ياخذ كاسته يزن هاي إلك وهاي إلي بس ضياء لازم نرجع على البيت لأنه بلشت أتعب والله يعني الساعة قد صارت 11 بكرة مدارس ها يلا 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 وهاي الذرة تبعي هلأ بعد ما نخلص لا بعد ما نخلص الذرة بدنا نروح على البيت حاج يعني والله العظيم انا تعبت خلينا ننام هون شايف هلا التام والله في ليكم العالم العالم مليانه لسه ما حدا رجع على بيته يلا يلا وهلا صار وقت الرجع على البيت اي والله حاجي كفي الساعه قديش صارت يلا يلا طبطبوا من الاغراض ليكم الاغراض يلا افتح انا نعست ها ما نعستم طيب والله نعست انا يلا شيل 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 ما نعست يلا يلا في اشباح وجنيين هون ها كلهم متخبيين تحت السيارات لك تحت السيارات مليان جني ها مين بده جني
هلا تشوف. ليك 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 وراك، طلع وراك. يلا يلا لجوا لجوا. مشي لا عم تتزانخ. يلا يلا بس يلا بس لجوا لجوا. يلا يلا لجوا لجوا خلصوا. مامي تعالي يلا لجوا لجوا بسرعة. وهاي خلصنا من الحديقة، بدنا نرجع على البيت. وأخيرا عن جد بس كان فلوق حلو هاي، يعني عن جد كنت مبسوط. الحديقة حلوة، أنت ما رديتي. إيه أول مرة أشوفها، بس عاملين فيها كل إشي، يعني كل شيء عاملين فيها عن جد. أنا فرطت، أنا حرفيا تعبت فرطت. بس انبسطنا يعني صراحة. إيه انبسطنا، بس يعني يلا خلصيني بسرعة. شيلوا الأغراض، بدكم فلوق وعطلة؟ أوه الفلوقات اللي عطلت. يلا يلا بسرعة. مدرسة ركن يا زين. يلا لجوا لجوا. انبسطتم ولا ما انبسطتم؟ اي يلا لك الطابق، لك كم طابق اخذين؟ يلا يلا يلا. ماما ليش؟ ما اساس كنت تحبها. يلا يلا لجوا لجوا سريع. وين كان فلوق اليوم؟ ايه شفت شو سويت؟ ايه شفت، شافوا شو سويتم. يلا يلا عالنوم عالنوم. يلا يلا. واذا حبيتوا فلوق زينو زين بيوم العطله ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه. بنحبكم. يلا باي. لك روح نام. يلا يلا افتح تختك. يلا ما اخ راح تقول الفرشه راح تطفي الضوء. يلا باي 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 باي. يلا 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 تعبت معهم. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه. كثير بنحبكم. يلا باي.